كاتب ومدرس بمركز اللغة العربية التابع لمنظمة الكومنولث وكلية الآداب وجامعة القاهرة، وملحن بالإذاعة المصرية يمكن من سنة 87. الحقيقة أنا بعد ما أخدت الدكتوراه على طول عرض علي العمل بالمركز كمدرس للغة العربية لغير الناطقين بالعربية. أول حاجة لاحظتها إنه تدريس اللغة العربية يعني ما هوش سهل وبسيط، رغم ان اللغه العربيه جميله جدا. صعوبتها جاي في اختيار المنهج اللي احنا بنعلم بيه اللغه العربيه. اللغه العربيه لانها بتحتاج لجهد كبير في التعلم، فمحتاجه تتوصل باليات شويه تبقى سهل تقبلها بالنسبه للي جاي من بره مصر. بحكم معرفتي باللغه العربيه وحصولي على الدكتوراه في ابو العلاء المعري مثلا، وبحكم معرفتي بالموسيقى، فاكتشفت الحقيقة، أنا بقول إن أنا اكتشفت، لأنه فكرة إن أنت ربنا يهديك لحاجة أنت كانت غايبة في ذهنك، دي حقيقة مفيش عليها جدال يعني. فأنا اكتشفت إن ممكن الولاد دول من خلال الأغاني يقدروا يجودوا اللغة العربية ويحفظوها ويتقنوها ويعبروا بيها عن نفسهم يعني.